الله ربي، الله ربي. شفت ليش نحن الأحق ببيتك؟ بدنا مكان لائق لهذا الأثر العظيم، بدنا الناس تيجي تتبارك فيه. أخي درويش، بيتك رح يصير مزار، مزار. بس إلي عندك طلب واحد، اللي شفته هون بيضل هون. أنا هاد سر ومؤتمن عليه، ولو ما بدي تعرف ملكك لوين رايح ما كنت قلت لك. بالنسبة للشق المادي، ما تاكل هم بنوم، اللي بتطلبه بنعطيك إياه وأسود بإذن الله. ما بنبخل عليك. خلي العشي حضر أغراضه، بكرة في عنا صيدة، وهي راح تكون الأخيرة، لأنه طلعت ريحته وانتهدوا، صار لازم نخلص منه. ألو، أهلين شيخي وعليكم السلام. الصندوق موجود؟ طبعا موجود، بكرة بانتظارك بإذن الله. بأمان الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام.